وهذا الشيء كان تأتي هذه الدورة ضمن نشاطات وزارة الثقافة لتنمية مواهب الخط العربي. لا شك أنه في عنا طلاب وطالبات بيحبوا يطوروا الخط العربي عندهم. هذا الفن أو هذا المهارة اللي إحنا لازم نهتم فيها وقاعدة بتضيع منا بطريقة غير مباشرة خصوصا وجود التكنولوجيا. هذه الدورة راح تتم بخلال 10 لقاءات، كل لقاء تقريبا من 2 إلى 3 ساعات. راح يتعلموا فيها خط الرقعة، هذا الخط اللي إحنا يعني في عنا مشكلة في خطوط طلابنا وأبنائنا في المدارس، ومعظم الطالبات أو اللي راحين يتعلموا هذا الخط هم معلمين لغة عربية، وبالتالي هذا ينعكس على أداء الطالب وعلى مهارة الطالب. بالنسبة لهذه الدورة متوقع يكون فيها من 15 إلى 20 طالب وطالبة، رايحين خلال 10 لقاءات يتعرفوا على أساسيات خط الرقعة ومهارة خط الرقعة. الدورة تأتي ضمن خطط وزارة الثقافة لهي الدورة الثانية في مجال الخط. هناك العديد من هواة الخط والمبدعين في مجال الخط حبوا ينموا مهاراتهم وصقلها، فارتأت وزارة الثقافة أن يكون في هناك دورات في هذا المجال. كان لقاء الدورة الأولى في خط النسخ، اليوم في عنا احنا انطلاق دورة جديدة في خط الرقعة. هاي الدورة راح تستمر لمدة حوالي 30 ساعة تدريبية للناس اللي عندهم الموهبة، اللي عندهم الرغبة، اللي حابين يطوروا خطهم. وإحنا في وزارة الثقافة إن شاء الله مستمرين على هذا النهج لتحسين وتطوير الثقافة في المجالات المختلفة.